هلو كيفكم؟ منيح؟ اسمي ألبير بوياجيان. أنا رح أعطيكم إيكاع، رح نعمل تابلوات مع بعض، رح نتعلم شوي من الإيكاع، من كل شيء، من إيكاع العربي وإيكاع أجنبي، ومنشوف كل واحد منكم بشو قوي، بأي إيكاع، بأي مجال عربي ولا أجنبي، وحاسسه نعمل شي تابلو ونمشي فيه. بدي أسألك سؤال حنان، بالنسبة لك شو يعني إيقاع؟ إيقاع يعني موسيقى، يعني كل شيء. إيقاع إذا ما في إيقاع فينا نغني؟ أكيد لا. لا، ما هو كل شيء. لا يعني إيقاع هو شو؟ أساس الموسيقى، أساس الغناء، صح؟ إيقاع هو نبض إيقاع، عن جد نبض الغناء. حدا عنده شيء بعد؟ شو اليوم إذا أنا ما بسمع الإيقاع ما بعرف غني مزبوط، ما بعرف دق مزبوط، يعني كل شيء له مركب على الإيقاع. يعني أنا بدي أمشي إذا عندي ريت معين بدي أمشي معه كرمال أعرف غني، كرمال أعرف أعزف، كرمال أعرف أرقص، كل شيء، يعني كل الفن معلق على الإيقاع. أكيد تعرفوا كلكم طبلة، لا هيدا اسمه كاتم، اوكي بيستعمل مع كل إيقاع عربي. اوكي هيدا شو اسمه؟ كاتم. كيف بندق؟ لا لا بنحب انه جاينا. اوكي بندق، اوكي وفينا ندق كمان هيك مثل مزهر كمان، صح؟ هيدا عايش كثير، هيدا علبه شفتوا؟ إذا أنا بقول لك هذا شو هيك فجأة كخون حلبة، أوكي هو شفتوا هون هوا بقعد عليها، هذا بستعمله بالريجاتون، كل شيء أغاني ريجاتون، كل شيء هنتحرك مثلا أعطيكم مثل اسمها ريجاتون، اوكي؟ اكيد هلا ما في شيء آلي للعربي للانجلش، نحن فينا نستعمل كل شيء، اليوم رح نعمل لايف ريميكس، يعني بدي حط غنية انجليزي رح نلعب طبلة عليها، اوكي؟ بدي حط غنية ريجاتون نلعب جامبي عليها، فما نعمل ريميكس لايف. كيف نعمل ريميكس لايف؟ هيدا بيعودنا نفوت بالايقاع اكثر، طيب، هيدا شو؟ لا شي عالم ندق عليه اسبانيول طبلا، هيدا اسمه كونغا، كونغا وطن بالافريقيا، كونغا هيدا لاتن، لاتن بيركشن، نستعمل السالسا تشاتشا، اوكي وتمندق صح، وتمندق اعطيني شي غنيه تشاتشا، شو هي تشاتشا؟ يعني هذا اسمه جامبي، it's African percussion. اوكي كمان نستعمل بالافريقيا، نستعمل باللاتين، نستعمل بالعربي، فينا نستعمل بيس، اوكي فينا نستعمل هايدي. كيفك؟ سافا؟ ألبير؟ أهلا. هايدي من وين؟ من مصر. من مصر، تشرفنا. أهلا بيك. هايدي. بيان الشوبي، بيان الشوبي. هايدي. هيدا شو؟ ده بيعمل تشيك تشيك. هيدا بونغوس. بونغوس. هيدا بونغوس، كمان لاتن بنستعمل بالسالسا، بالتشاتشا، بالرومبا، كل شيء، هيدا من دق بنحط بين اجرينا. أوكي؟ أعطيكم كل واحد آلة، أوكي؟ ورح نسمع كل واحد ما ننصرع، لا بدي أحط لكم، بدي أحط لكم تراك هو بس فوكل، هو غنية أجنبية فيها بس فوكل، ما فيها بدي حط نحن بدنا نحط ما في إيقاع، بدي معك كل واحد منكم بده يجرب يعطي لي إيقاع على الآلة تبعه، على الآلة تبعه، أوكي؟ دان Yeah.
عنده إيكا ما بتعرف تدق بس ما عندك هلا مش يعني إذا ما بعرف دق يعني ما عندي دينة موسيقية فيني أنا بالغنية زقف مع غنية يعني عندي إيكا أوكي هلا بدي اطلب من مروان حنان وإيهاب يدقوا مع بعض اسمعوا شو عم بعمل بليز اجين ما بدي اسمعوا هاكس بوم با 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 اسمعوا اوكي يلا راح زقف عكس يعني بوم با بتمشي عكسه بتمشي عكسه بيسمعوا زقفاتك وزقفاتي نفس الشيء هيدا مستعمل كثير على المسرح كيف الغنى بالايكا بالسولويات كل شيء كيس وضرورة نعرف هيدا الشيء كيف بدنا نلقط خلينا نبلش هلا مع نسيم اوكي بدي زقف فوت معي كونتر انا فوت معك اوكي 5 6 7 جو اوكي ستوب انيس ستوب عباس ستوب اهلا علي لحظة بليز ركزوا كل شيء اوكي وبيضلوا حاطط راسه وبده يعمل كل شيء هو بينجح بحياته سو كلكم نفس الشيء خليكم قوية ما تخافوا مش يعني اذا طلعتوا برا يعني انتم ضعاف لا ما حدا يفكر هيك ما حدا يفكر هيك اوكي يعني انا خليني اعطيكم مثل عني انا انسان بلشت من زيرو ما كنت اعرف ولا ايقاع ولا رقص ولا شيء هلا بعرف كل شيء برقص كل شيء دق كل شيء كل شيء هيدا عملته انا لحالي اذا انا بدي اجي على ستار اكاديمي استفيد انه صار عندي فانز اوكي طب هيدا الفانز بدي اشتغل كرمال دائما طول مش انا اطلع من الاكاديمي قاعد بالبيت نطرت لحدا يجي يقول لي تفضل مسيو غني صح فانتوا لوحدكم رح تعطوا قوه لحالكم تتوصلوا محل وتصيروا ستارز اوكي ان شاء الله كلنا ستارز ان شاء الله
اوكي يلا.